أذهب إلى السيد فيصل بعروة الكاتب الصحفي الجزائري معي عبر سكايب. سيد فيصل بعروة، يعني أنقل لك يعني مخاوف الكثيرين ممن يرون التجربة الجزائرية ويريدون لها النجاح من أن الخوف إلى من الذهاب إلى إنتاج نظام أو أشخاص يتبعون النظام القديم وليس الذهاب إلى جزائر جديدة. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا التخوف مشروع جدا. لماذا؟ قلت لك في البداية أن الوجوه التي ظهرت إلى غاية الآن في هذا التغيير هي وجوه موجودة في السلطة منذ يعني في هذا النظام منذ السابق، وبالتالي لا توجد وجوه جديدة تطمئن هذا الشارع. فقط الخطوة كخطوة ربما يباركها الشارع، والدليل أن الجزائريين في هذه الأوقات في 10,000 الجزائريين يتظاهرون ويفرحون يعني تحقيقهم أولى خطوات الهدف المنشود، وهو التغيير والتوجه نحو حكومة جديدة، حكومة تسير أو جمهورية كما يطمح لها الشباب وليس كما يراها الشيوخ. هذا هو المفهوم العصري الذي يريد أن نريده نحن، وأنا شاب من الجزائريين أريد أن أراه في هذا البلد، بلدي الجزائر. الأمر الثاني، عندما نتحدث مثلا على الإبراهيمي وهو دبلوماسي محنك لا ريب ولا شك، ولكن الخوف والتخوف موجود الآن هو إعطاء الوصاية الدولية على هذا الحراك وعلى ما يحدث في الجزائر. هذا تخوف كذلك، لأنه معروف في كان في هيئة الأمم المتحدة وكان شخصا جاب وصال العالم بأسره. الأمر الآخر أن ظهور الجيش خلال هذه الفترة وتعاطيه مع الحراك الشعبي وتمشي يعني قال بأن دعبه يعني الحراك الشعبي يطمئن كذلك هؤلاء الشباب الذين خرجوا، ملايين من الشباب ومن الجزائريين خرجوا. لكن إذا لم يكن فيه مضمون كما قال الأساتذة الذين تفضلوا معنا اليوم، إذا لم يكن فيه مضمون للتغيير الجذري والفعلي في البلاد لم يتغير شيء. المشكلة اليوم الذي تعيشه الجزائر هو مشكلة المؤسسات، أن مؤسساتنا اليوم هشة جدا، أحزابنا كما قال الدكتور ناصر جابي هشة جدا، حتى أحزاب الحاكمة الموالاة. والدليل أنه خلال 3 أو 4 أسابيع من الحراك الشعبي لم يستطع حزب واحد تبني أو على الأقل خروج إلى الشعب ومواجهة هذه الحشود، وهذا دليل على أن هذه الأحزاب ليست أحزاب قوية. المعارضة كذلك وإن كانت تسعى فيه جهود وفيه مساعي، لكن لم يتفقوا على شخص واحد منذ 2014 في لقاء مازافران، حيث التقى 400 شخصية جزائرية معارضة ولم يحركوا شيئا في هذه أرجو أن تبقى معي سيد فيصل بعروة. نعم يعني